مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. ابن البابا تودروس، وحصل قناة الملكة والأمير على أول صورة الطفل ابن البابا تودروس، ضحية وجبة ملوحة بمركز ونجا حمادي شمال محافظة قنا. وكان الطفل لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأربعاء أثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمسرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين باشتباه حالة تسمم أثر تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا. وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع باتريك تودروس ميشيل وعمره 9 أعوام وإصابة شقيقته جوسانا تودروس ميشيل وتبلغ من العمر 4 أعوام، ومايكل ناجي عبد المسيح يبلغ من العمر 35 عاما، وشقيقته ميرفت ناجي عبد المسيح وتبلغ من العمر 39 سنة أيضا باشتباه حالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادي. وتمكنت قوة أمنية من ضبط علي ألف سين يبلغ من العمر 70 عاما صاحب محل الملوحة للتحقيق معه في الواقع. كما أرسلت مديرية الصحة بقنا لجنة لأخذ عينات من الأسماك المملحة وتشميعه لحين ورود نتيجة الكشف من عامل الصحة بالقاهرة. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجور تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى مستشفى برشوت المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة. وأيضا توقيع عقد شراء كنيسة جديدة بجنوب شرق إنجلترا. ومع كل ذلك أيضا أحداث غريبة ومريبة لما يحدث من ارتفاع وفيات فاجعة، كرداس الموت يخطف زارته 8 أطفال. أسبوعان بطعم الحزن أطبق الموت على أيامه بشارع المشاتل بمركز كرداسة انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة خلف وراءه 16 مصابا بينهم 5 أطفال ورضيع، لكن الطامة الكبرى جاءت برحيل مصاب لتلون آخر. ويوم الجمعة قبل الماضي عاش أهالي قرية أبو رواش لحظات عصيبة، تجاوز مصابوها الجلل دوى انفجاره بنقل 16 جريحا إلى 4 مستشفيات بين حكومية ومتخصصة. الأمر الذي لم يتوقف عند هذا الحد ليودع الأهالي كل يوم ضحية جديدة من المصابين، فلم يكن يلملم تبقى من أسرة العشر قواهم التي خارت حتى بات الطريق إلى المقابر مألوف المودعين. 9 حالات ما بين سيدة و8 أطفال. بعد مرور أسبوع انطلقت المناشدات والاستغاثات من الأهالي بحاجتهم إلى 8 متبرعين بالدم لمصاب الانفجار بمستشفى السلام العام في محاولة لإنقاذهم. ومع كل ذلك أيضا لم نصمد ولم نركز مع هذه الأحداث المؤلمة، ولكن خبر عاجل أيضا أعلن قوات الدعم نقل الجنود المصريين من مروري إلى الخرطوم، مضيفا حسب ما ذكر القضائية أو فضائية العربية جميع الجنود المصريين بخبر وبخير، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة. ويشهد السودان معارك دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا ونكتفي اليوم بهذه الأخبار حتى نعود وناليكم بالأخبار الأكثر إثارة دائما. لا تنسى الاشتراك في قناة الملكة والأمير، وكل الشكر وكل الحب والتقدير لكم
مع كل حبي واعتزازي، وسلام الرب يكون